حبس مدونة إيرانية بتهمة الإفساد في الأرض. 48 درجة تحت الصفر، عاصفة تضرب أمريكا. فيفا أخذ كأس العالم من ميسي بعد التتويج. 500,000 إصابة يومية في مدينة تشينغيانغ الصينية بكورونا. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة الحدث، أهلا بكم. قالت الناشطة الإيرانية المقيمة في الولايات المتحدة مسيح علي نجاد إن النظام الإيراني أودع المدونة الإيرانية بتحقاني نسيمي معتقل كيمشاه بتهمة الإفساد في الأرض. وقالت نجاد في تغريدة إن عائلة نسيمي قلقة من إمكانية أن يحكم النظام عليها بالإعدام، إذ حكم على متظاهرين واجهوا ذات التهمة حكم الإعدام في وقت سابق. تسببت عاصفة رافقتها ثلوج كثيفة ورياح قطبية عاتية بوفاة 17 شخصاً على الأقل في 8 ولايات، كما أدت إلى انقطاع الكهرباء عن حوالي 1,000,000 منزل. وارتبك المسافرون بسبب إلغاء آلاف الرحلات الجوية عشية عيد الميلاد، فيما شلت الثلوج الكثيفة والرياح ودرجات الحرارة المتجمدة معظم أرجاء البلاد. وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية من خطر الموت بسبب البرد، ودعت سكان المناطق المتضررة إلى البقاء في منازلهم. وقالت إن درجة الحرارة انخفضت إلى 48 درجة مئوية دون الصفر. حصل الاتحاد الدولي لكرة القدم على النسخة الأصلية من كأس العالم من منتخب الأرجنتين، ولم يمنح الأسطورة ليونيل ميسي فرصة الاحتفال بها. ميسي ظهر بالكأس على متن الطائرة أثناء رحلة العودة من قطر إلى الأرجنتين الأسبوع الماضي، وكذلك في الحافلة وسط الجماهير التي احتشدت في الشوارع والميادين. لكن الحقيقة أن ميسي ورفاقه احتفلوا بنسخة طبق الأصل من كأس العالم وفق لوائح الفيفا التي أقرت بعد حادثة سرقة الكأس في عام 1966 وعام 1983. أعلنت السلطات الإسبانية مقتل شخصين بعد سقوط حافلة في نهر من جسر في غاليسيا في شمال غرب البلاد. وقالت إدارة الطوارئ في غاليسيا في تغريدة على تويتر، قالت إنها انتشلت جثتين اثنتين من ركاب الحافلة، وأضافت أنه تم إنقاذ شخصين آخرين، إحداهما سائق الحافلة، ونقلاه إلى المستشفى. قالت حكومة إقليم تشينغيانغ في شرق الصين إنها تواجه حالياً نحو 1,000,000 إصابة جديدة بكورونا يومياً، وتوقعت أن يتضاعف العدد إلى المثلين في الأيام المقبلة في الإقليم الذي يعد أحد الأقاليم الصناعية الكبيرة القريبة من شنغهاي. وعلى الرغم من الارتفاع القياسي في الإصابات المسجلة على الصعيد القومي، قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم إنه لم يتم تسجيل أي وفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي في الأيام الخمسة الماضية حتى السبت.